مرحبا بالليل فواه للأبكار، ترحيبنا ينساق من قلبه وضمير. متابعي الكرام، نجدد الترحيب بكم من هنا من مهرجان المزيونة للمزاينة والمحالبة في موسمه الثاني لعام 2022، وفي اليوم الختامي لمسابقة المزاينة، وفي الفترة الصباحية وفي الشوط الناري شوط الجملة فئة الطرايب، كونوا معنا في هذه التغطية. يتواجد معنا في هذه اللحظات الفاضل أحمد زعبنوت، رئيس اللجان المزاينة والمحاربة لهذا المهرجان. نرحب فيك الشيخ أحمد ونبارك لكم هذا النجاح الكبير لمهرجان المزيونة. مرحبا وسهلا، يا حياك الله، يا حيا الله وسهلا. نرحب بالجميع وجزاكم الله خير، يا مرحبا بوجودكم. والله المشاركة طيبة والحلال طيب والمنافسة والمشترى والمشاركة من كل الولايات، من السلطنة وخارج السلطنة، من الأمارات، من السعودية، من اليمن. ونرحب بالجميع والمشاركة طيبة والحلال قوي، وجزاه الله خير الداعمين، الجهات الحكومية والجهات الخاصة. ونرد الفضل على سعادة الشيخ بخيت بن سالم المعشري والي ولاية المزيونة بجهده الكبير ذهال نجاح ذهال المهرجان، والحمد لله المهرجان ناجح وبجاه القيم. ونرحب بالجميع ويا مرحبا وسهلا. مجدلك يا مانا ما هو يستعار، يوم غيرك مجد الغير يستعير، هذه عمان الخير يا عز الديار، اديمها يا رب في نعمة وخير، اديمها يا رب في نعمة وخير. مهرجان اليوم زاد الانبهاء، حيث التنافس قام والتنظيم غير، قاموا عليها رجال واطوال العمر حتى استوى للناس والجمع الغفير، واهل الغوالي يحضروا من كل دار، ساقوا ركايبهم على العد الغزير، واليوم مزيونه محطه وانتظر وبيارق الامجاد فيها تستنير. مرحبا علي بن سعيد بن علي عبدون رعفيت من ولاية المزيونة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أول نرفع التهاني والتباريك للمقام السامي صاحب الجلالة هيثم بن طارق، أطال الله في عمره، لهذا الوطن الغالي بمناسبة العيد 52، وكل عام وعمان في خير. من هذا نحن في ميدان مهرجان المزيونة ولاية المزيونة، نشكر جميع القائمين بهذا المهرجان بسعادة الشيخ الوالي بخيت المعشني. من ناحية المزاينة مرتبة، ونشكر جميع اللجان لهذا القائمين في هذا المهرجان الطيب على حسن تعاونهم الجميع المشاركين واللجان المنظمة واللجان المحكمة الشيخ بن بشير واللي معه، نشكرهم على هذا الجهد الكبير. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، نعلن على مسامعكم شوط البيرق. البيرق يرفرف في سماء المزيونة، والمركز الثالث معكم يا اهل المزيونة، بنات العبثة، هادي بن حسن بن سالم زعبنوت
زعبنا وتهانينا والناموس. المركز الثاني نادي عليهم انا. المركز الثاني المركز الثاني المركز الثاني والاول والبيرق والناموس البيرق. البيرق دقت ساعة الصفر دقت ساعة الصفر. هلموا يا اعلام هلموا. سجل يا ايها التاريخ سجل يا ايها التاريخ سجل يا ايها التاريخ سجل يا ايها التاريخ سجل يا اذا مشاهدينا الاعزاء مستمعينا الافاضل ايها الاخوه الاعزاء وين بلحاف وين جمهور دبوس المهر وين الناموس يا اخواني الناموس يا اخواني. الصدى كبير واهالي مديرية حاف ومديرية حات وبيت بلحاف واهل اليمن وتلك القلاع الشاهقة بالتاريخ ونجوم العلالي حاضرين ومدرسة النواميس والبروفيسور والمركز الأول. بوصالح سلام سلام بوصالح سلام سلام بوصالح سلام. عويد بوصالح بن عويد بلحاف. قلعة حات قلعة حات قلعة حات. لا تلومونه يا اخواني لا تلومونه ما اخذ طاري ابوه جده. لا تلومونه يا اخواني. هذا الدكتور هذا الدكتور بوصالح فيه القصيد مشهور ويستاهل رجل الصعيب ويستاهل رجل الشدايد. سجل يا تاريخ سجل يا تاريخ. عويد بن صالح بن عويد بلحاف مديرية حات مديرية حات مديرية حات مع المركز الأول والمركز الثاني. بنات دعاسة بركات بن سعيد بن عبد الله يستاهل الكثير كفو يستاهل الكثير كفو. سلامي وتحياتي على هذا الفوز. من قلب ضمير
سيتم بإذن الله تكريم الثلاث مراكز الأولى في كل شوط، في البداية المحالبة ومن ثم مسابقة المزاين. وطبعا هذا المهرجان شهد تنافس قوي في مختلف الأشواط، سواء كانت مسابقة المحالبة التي استمرت ثلاثة أيام صباح ومساء، شارك فيها مئات النوق من مختلف الفئات، سواء كانت العمانيات أو الضرائب أو المجاهيم من سن البكار والثنو والفطر، كذلك مسابقة المزاينة الضرائب العمانيات والمجاهيم من المفاريد والحقائق واللقايا والإذاع والثنايا والحول، بالإضافة إلى أشواط الجمل لكل الفئات. ننومس لكل الفائزين، وبالطبع كل من شارك في هذا المهرجان هو فاز بقلوب المشاركين وبكل ما من شأنه أن يساهم في الحفاظ على هذا الموروث العماني الأصيل. لا يفوتنا أيضا أن نشكر المعلق الكبير والإعلامي حمد بن طوير الشلوهيبي صاحب الحنجرة الذهبية الذي شجع وحمس وأضفى طابع تراثي جميل من خلال استخدامه للمصطلحات والمفردات الجميلة، حمس المشاركين، ساهم في إنجاح هذا المهرجان، وهو ابن هذه الولاية ودائما يشرف الولاية بحضوره وأيضا تميزه من خلال الإلقاء ومن خلال أيضا طيبته ومختلف شرائح المجتمع. أيضا أعطى السوم والناموس لكل الفائزين وشجع مثل هذه المهرجانات التراثية اللي هي تشجع شريحة كبيرة من المجتمع مردود اقتصادي، تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية والتجارية في هذه الولاية. أيضا لا يفوتني أن أشكر كل من زار هذه الولاية سواء كان مشارك أو متفرج لهذا المهرجان، أنتم أيضا شركاء معنا في إنجاح هذا المهرجان من مختلف الولايات بالاستثناء عمانيات المحالبة، المركز الأول للمالك محمد رضميم ثعار، ألف مبروك الحاصل على المركز الأول في هذا الشوط، كمية الحليب 41 كيلو جرام عند سعادة الشيخ. المركز الثاني معمورة لسهيل محمد كدانان ثعار، ألف مبروك المركز الثاني. المركز الثالث في فئة العمانيات أيضا المحالبة الشروط لسعيد بن محمد زعبنوت، ألف مبروك وننومس لكل الفائزين. فخود زعبنوت. أحمد بن سعيد المركز الأول في الثنو. المركز الثاني في فئة الثنو المالك سعد بن سعيد بن علي رعفيت، المركز الثاني، ألف مبروك يستاهل الناموس. أما المركز الثالث في فئة الثنو أيضا الطحوح لعثمان بن مسلم عيسى رعفيت. الآن فئة الفطر، لازلنا في العمانيات الفطر، المركز الأول الهدلة لعبد الله بن سعد رعفيت، ألف مبروك. المركز الثاني للفطر أيضا للمالك سالم بن محمد كدانان ثعار، ألف مبروك. المركز الثالث أروقف لسعد سالم سعيد بالحاف، ألف مبروك. الآن فئة الضرائب البكار، المركز الأول مقعودة لمسلم سعيد مبخوت زعبنون. المركز الثاني الشروط لفريح مسلم خويدم المسهلي الكثيري، ألف مبروك. المركز الثالث في فئة البكار مبخوت بن صالح مسنزع بنوت، ألف مبروك. الآن أيضا الضرائب فئة الثنو، الثنو المركز الأول لمالكها محسن سالم سعيد سوناخ زع بنوت، ألف مبروك. المركز الثاني في فئة الثنو الضرائب سعيد محمد سعيد زعبنوت. والمركز الثالث في الثنو خادم بن يحيى مسلم زعبنوت ريمة، ألف مبروك. الآن إلى فئة الفطر، لازلنا في الضرائب، المركز الأول مرفوعة لهادي بن حسن مسلم زعبنوت، ألف مبروك. والمركز الثاني لمالكها مسلم بن بخيت مسلم زعبنوت، ألف مبروك.
المركز الثالث في فئة الفطر الضرائب علي بن ثابت بالحاف، ألف مبروك. الآن فئة المجاهيم البكار، المركز الأول حلوة لسالم إبراهيم سالم الحريزي. والمركز الثاني حشيمة لمحمد عنبر صالح الحريزي، ألف مبروك. أما المركز الثالث الطويل لسعيد أحمد زعبنوت، ألف مبروك. المركز الأول في المجاهيم الثن، والمركز الأول لمالكها إبراهيم محمد بلوك الحليزي، ألف مبروك. والمركز الثاني لمالكها عبد الرحيم محمد سعيد زعبنوت. أما المركز الثالث في فئة الثنو المجاهيم أحمد بن سعيد بخيت زعبنوت. أما المحالبة المجاهيم أيضا فئة الفطر، المركز الأول لمالكها محمد سعيد جمعان زعبنوت. المركز الثاني فئة الفطر أيضا المجاهيم سعيد مسلم محمد الشعشعي، ألف مبروك. يستاهل الناموس وشرفونا أهالي ولاية ثمريت في هذا المهرجان. تحية لأهالي ثمريت. فئة الفطر المحالبة المجاهيم المركز الثالث لمالكها هادي بن حسن مسلم زعبنوت. خالد محسن، عمانيات عمانيات محمد بن معايمة. كان لها الدور الكبير في تنشيط الحركة وأيضا إضفاء طابع جميل. العمانيات المفاريد المركز الأول في فئة العمانيات المفاريد انتباه لسليم سعيد سليم الجنيبي، ألف مبروك. ألف مبروك للجنيبي. المركز الثاني في فئة المفاريد نقوة لمبارك بن سالم ثعار المهري، ألف مبروك أبو سالم. والمركز الثالث رعادة لحمدان محمد صعيفوت المهري، ألف مبروك. صعيفوت أمورين يستلمها. الحقايق للعمانيات المزاينة، المركز الأول لمالكها محمد علي ذيبان الحرسوسي، استاهل الناموس، مرحبا بالحرسوسي. تحية للحرسوسي المشارك معنا في هذا المهرجان. المركز الثاني في الحقائق العمانيات روز لياسر بن علي ذيبان الحرسوسي أيضا، ألف مبروك، استاهل. وكذلك أشواق في المركز الثالث لمحمد بن علي ذيبان الحرسوسي، ألف مبروك. أما فئة اللقاية المركز الأول ذخيرة لناصر بن عبد الله الحرسوسي، ألف مبروك. المركز الثاني لمالكها سعيد بن المركز الثاني في فئة اللقاية العمانيات مسابقة المزاينة سعيد بن كشمي زعبنوت المهري، ألف مبروك. المركز الثالث اللقاية العمانيات أتانا من الشرق مرباط لمالكها مسلم بن سعيد حركون العمري، تحية للعمري
دائما مشارك من السنة الماضية في هذا المهرجان، وشرفونا ومرحبا بكم في داركم ومرحبا وسهلا. المركز الأول في فئة الإذاعة العمانيات المزاينة سالم بن سعد بن سعيد جداد الكثيري، ألف مبروك، يستاهل بن جداد الناموس. أما المركز الثاني في فئة العمانيات الإذاعة العمانيات سليم بن سعيد بن سليم الجنيبي. أما المركز الثالث الشروط ليمالكها محمد بن سالم سعد بالحاف، استاهل الناموس، استاهل. أما الثنايا المركز الأول الشروط ليمالكها سالم بن مسلم بن سالم زعبنوت، مبروك، استاهل الناموس. الثنايا المركز الثاني العمانيات معمورة لسالم بن محمد كدانان ثعار المهري، يستاهل، يستاهل. المركز الثالث العمانيات الثنايا الشرود لعبد الرحيم بن سعيد محمد زعبنوت، الناموس. شوط الحول العمانيات المركز الأول أفعال المهرة لسعيد بن سالم النقش ثعار المهري، استاهل الناموس. أما المركز الثاني في الحول فزعة مرباط لسالم بن محمد بن كتيل العمري، الناموس. أما المركز الثالث محطمة لسالم بن محمد كدينان ثعار المهري. أما شوط الجمل العمانيات البيرق المركز الأول وصاحب البيرق في شوط العمانيات، شوط العمانيات البيرق المركز الأول بنات فرحة لمالكها سالم بن مسلم بن سالم زعبنوت، يستاهل بيرق الجمل للعمانيات ويستاهل والناموس، تحية، يستاهل الناموس، استاهلوا الناموس، ومشكورين على المشاركة الطيبة وحصدوا على بيرق المزايا. أما شوط الجمل المركز الثاني بنات مصدر لشالوم بخيت تلابان قمصيد، يستاهل الناموس بنات مصدر المركز الثاني. المركز الثالث لمالكهن قانم بن محسن بن سعد قمصيد، بنات غمزة، يستاهل الناموس المركز الثالث. المركز الرابع بنات منصورة لصالح بن أحمد العوفي قمصيد، يستاهل الناموس. ننتقل إلى المجاهيب، شوط فئة المجاهين في مسابقة المزاينة التحدي، شوط التحدي المفاريد المركز الأول غارة لعويد بن صالح بن عويد بالحاف، استاهل الناموس دبوس المهرة حاصل على المركز الأول في التحدي. أما المركز الثاني في هذا الشوط المجاهيم التحدي سليمة لحكيم بن علي مسلم زعبنوت، الناموس، الناموس. أما المركز الثالث في التحدي المفاريد مالكا خالد بن محمد بن منيف خوار، استاهل الناموس، تحية. أما المفاريد الشوط العادي المفاريد للمجاهيم الشوط العادي المركز الأول سليمة لمسلم بن محمد بن هيان زعبنوت، الناموس بن هيان، استاهل الناموس المركز الأول. أما في شوط المفاريد العادي المركز الثاني الذاير لمبارك بن سالم بن سعيد ثعار المهري، استاهل الناموس بو سالم. أما المركز الثالث المفاريد العادي مشاكل لحمديت سهيل خوار، استاهل الناموس. المفاريد شوط التلاد هذا العام استحدث شوط للتلاد المجاهيم المفاريد المركز الأول العشوة لمحمد بن سالم بن علي زعبنوت،
محمد بن سالم راعي العشوة المركز الأول في المفاريد الثلاث. أما المركز الثاني شوط المفاريد الثلاث الشيخة لحمد بن عبد الله صمودة، استاهل الناموس بن صمودة المركز الثاني، والمركز الثالث بن صمودة المركز الثاني للمفاريد الثلاث. المركز الثالث للتلاد المفاريد للطامة لحميد الشوري بالحاف. المركز الأول في الحقائق التحدي القعودة لمبارك بن سالم ثعار المهري، استاهل الناموس بن سالم. المركز الثاني التحدي حقائق عويد بن صالح بالحاف وحيدة، استاهل الناموس دبوس المهرة. المجاهيم أيضا حقائق المركز الثالث التحدي معوضة الخليج علي بن مسلم بن علي زعبنوت، الناموس استاهل، استاهل الناموس رئيس لجنة المزاينة وقايم بدور كبير. أما المجاهيم الحقائق العادي المركز الأول السلطنة لمبارك بن علي بن مسلم زعبنوت، الناموس. أما المركز الثاني العسرة لحميد بن محمد بن الشغيبة الراشدي، استاهل الناموس الراشدي، تحية للراشدي ألف مبروك. المركز الثالث الحقائق العادي الوافية لمسلم بن محمد بن هيان زعبنوت، الناموس. أما المركز الأول الحقائق الثلاث الأول محمد بن بخيت بن مسلم الراشدي، استاهل الناموس، استاهل الناموس، صفقة تحية، استاهل الناموس. أما المركز في الحقائق الثلاث المركز الثاني مسلم بن هيان زعبنوت راعي فزعة، استاهل الناموس. شوط الثلاث الحقائق المركز الثالث الحقائق الثلاث أحمد بن سعيد بخيت زعبنوت راعي ولها، استاهل الناموس. اللقاية التحدي، اللقاية التحدي المركز الأول المجاهيم اللقاية الحاصل على المركز الأول العاصفة لعويد بن صالح عويد بالحاف دبوس المهرة، استاهل الناموس. أما اللقاية التحدي المركز الثاني القعودة لعمر قفيل خوار الكثيري، استاهل الناموس، استاهل الناموس، استاهل بن ضلعية الناموس، وشرفونا في هذه المشاركة المميزة ودائما مميزين. المركز الثالث اللقاية التحدي الزعوق لمبارك بن سالم ثعار المهري، بوسال مروح بالمراكز، يستاهل بوسال. المركز الأول اللقاية التلات صاحبها إبراهيم بن علي بن سالم الحريزي، يستاهل الناموس مجيدة المهرة. اللقاية التلات المركز الأول إبراهيم بن علي بن سالم الحريزي. أما اللقاية المركز استاهل، أما المركز تحية استاهل الناموس. المركز الثاني اللقاية تلاد مروفة لمحمد بن حميد محمد الشرف الحريزي، استاهل الناموس، تحية للحاصل على المركز الثاني. أما اللقاية تلاد المركز الثالث للطامة لبخيت بن سعيد زعبنوت، الناموس. المركز الأول استاهل، المركز الأول لقاية العادي، المركز الأول الشوط العادي الذاير لمبارك محاد صمودة المهري. أما استاهل تحية ناموس، الناموس استاهل. أما المركز الثاني اللقاية الشوط العادي لمحسن بن علي محمد الحريزي راعي مسربلة، المركز الثاني محسن بن علي محمد الحريزي، اللقاية الشوط العادي المركز الثاني. الآن ننتقل إلى شوط الإذاع التحدي، شوط الإذاع التحدي فئة المجاهيب المركز الأول لمالكها عويد بن صالح بن عويد بالحاف دبوس المهرة، استاهل الناموس. أما المركز الثاني
استاهل الناموس. المركز الثاني لإذاعة تحدي المجاهيب الوافية لحميد علي سعد الشرف الحريزي، استاهل الناموس. أما المركز الثالث الطويلة لهادي بن حسن بن مسلم زعبنوت الإذاعة التحدي المجاهيب. الآن شوط الإذاعة العادي المجاهيم. المركز الأول للطامة لمحمد بن سالم صمودة المهري، استاهل الناموس. أما المركز الثاني الإذاعة العادي المجاهيم وحيدة لمسلم يحيى مسلم زعبنوت. الشوط الإذاعة العادي المركز الثاني وحيدة لمسلم بن يحيى مسلم زعبنوت، استاهل الناموس. المركز الثالث المجاهيم الإذاعة الشوط العادي مذهولة لحكيم بن علي سعيد زعبنوت. المركز الأول فئة المجاهيم الثنايا شوط التحدي. المركز الأول لمالكها يوسف بن سالم غنام صمودة راعي سليم، استاهل الناموس. ثنايا التحدي المركز الأول يوسف بن سالم غنام صمودة، استاهل الناموس. المركز الثاني المجاهيم الثنايا عمر غفيل خوار الكثيري الراعي الحرسة، استاهل الناموس. أما المركز الثالث لمالكها صالح بخيت والعيت الحريزي معيضة، استاهل الناموس. أما شوط المجاهيم أيضا الثنايا الشوط العادي المركز الأول يوسف بن سالم قنام صمودة راعي العشوة، استاهل المركز الأول. المركز الثاني الثنايا العادي محسن بن سالم الشرف الحريزي راعي وحيدة. أما المركز الثالث في هذا الشوط أيضا الثنايا العادي هلال مبارك الشعشعي، استاهل الناموس. المركز الثالث تحية لراعي المركز الثالث، تحية لولاية ثمريد دائما مميزة وحاضرة وشرفونا هذا العام في هذه المشاركة. أما فئة المجاهيم الفطر الشوط التحدي المركز الأول للشيخ مسلم بن محمد الشعشعي، استاهل الناموس. معيرة، استاهل المركز الأول في هذا الشوط وتحية مشكور على هذه المشاركة وهذا المركز. المركز الثاني الفطر التحدي مزيونة للشيخ علي بن مسلم بن علي زعبنوت، ناموس. المركز الثالث الطويلة لسهيل بخيت سهيل جداد الكثيري. المركز الأول الفطر العادي سعيد بن سالم بن مسلم أنقح الحريزي راعي مروحة، ألف مبروك، استاهل الناموس. المركز الثاني الفطر العادي حمدي بن علي محمد زعبنوت راعي الذائرة، المركز الثاني. أما المركز الثاني حمدي زعبنوت. أما المركز الثالث الفطر العادي صالح بن سعيد بن محمد خوار الكثيري، استاهل الناموس. أما شوط البيرق للمجاهيم الشوط البيرق للمجاهيم شوط الجمل الحاصل على المركز الأول في هذا الشوط في مهرجان المزيونة أحمد بن سعد كده المهري بنات حمرة، استاهل البيرق والناموس في هذا الشوط المميز. تحية للحاصل على شوط البيرق. ما عليه يستاهل البيرق المركز الأول بن كده المهري، مبروك لراعي البيرق في المجاهيم الجمل، استاهل الناموس. تحية للحاصل على المركز الأول. المركز الثاني في شوط الجمل وليد بن صالح بن أحمد معكوف زعبنوت بنات مرعبة، المركز الثاني في هذا الشوط شوط الجمل وليد، استاهل. أما المركز الثالث في الجمل هادي بن حسن بن سالم زعبنوت، المركز الثالث. أما الآن إلى فئة الضرائب نبدأ مع المفاريد الضرائب. المركز الأول حلوة لبخيت بن سعيد غمالات زعبنوت، استاهل المفاريد الضرائب. الآن فئة الضرائب في المزاينة. المركز الثاني المفاريد المركز الثاني لمحمد بن بخيت بن بنيف خوار الكثيري،
بن منيف يستاهل الناموس. أما المركز الثالث يستاهل بن خوار بن منيف يستاهل الناموس. المركز الثالث لعلي بن محمد بخيت زعبنوت وحيدة يستاهل. تحية لأبو مسلم. صار صار أبو مسلم يستاهل. أما المركز شوط الحقائق المركز الأول عبود بن ياسر بن مسلم قمصيت راعي فزعة يستاهل. زوير كابو زوير كزوير زوير. أما الحقائق المركز الثاني الإعلامي المميز خالد خوار راعي الوافية يستاهل الناموس وكان له حضور طيب وشرف هذه المزاينة بتغطياته الطيبة. تحية للإعلامي خالد خوار يستاهل يستاهل الناموس ما مقصر هو والشباب أيضا. المركز الثالث سهيل بن سعد سعيد منيف خوار راعي ولها يستاهل الناموس ناموس راعي ولها. أما المركز الأول في شوط اللقاية وحيدة لمسلم بن سعيد مبخوت زعبنوت استاهل شوط اللقاية المركز الأول اللقاية المركز الأول. أما المركز الثاني للقاية الضرائب مسلم بن عامر زعبنوت راعي فزاعة استاهل استاهل. أما المركز الثالث براقة لحمدي بن علي محمد زعبنوت الناموس حمدي. أما الآن شوط الإذاع المركز الأول محمد بن علي محمد والعاية الحريزي راعي مزيونة استاهل راعي مزيونة حاصل على المركز الأول استاهل الناموس. أما المركز الثاني الإذاع راعي الشرود محسن بن محمد والعاية الحريزي استاهل. أما المركز الثالث شوط الإذاع الضرائب الذلول لقنام مبخوت سالم الحريزي شوط الثنايا الضرائب المركز الأول هزاع بن غنام مسلم معكوف زعبنوت راعي الطويل استاهل. أما المركز الثاني في الثنايا سالم بن مسلم بن سالم الحريزي راعي مروعة استاهل في المركز الثاني. أما المركز الثالث غانم بن سعيد بن أحمد سعيد زعبنوت. أما شوط الحول للضرائب المركز الأول مبارك بن سعيد الشعشعي الكثيري استاهل راعي محتلة استاهل الناموس استاهل الناموس. أبو سعيد دائما مشرف السلطنة ومشارك في مختلف المسابقات والمهرجانات سواء كانت في داخل السلطنة وحتى في خارجها استاهل الناموس. أما المركز الثاني أحمد بن سعيد بن أحمد بن منيف خوار الكثيري المركز الثاني راعي مشعوفة استاهل أحمد بن سعد بن منيف خوار. المركز الثالث أحمد بن سعد بن إيف خوار استاهل. أما الآن إلى شوط الجمل في فئة الضرائب المركز الأول في هذا الشوط والحاصل على البيرق البيرق في هذا الشوط الجمل الضرائب راعي البيرق عويد بن صالح بن عويد بالحاف دبوس المهرة يستاهل المركز الأول البيرق يستاهل المركز الأول دبوس المهرة في هذا الشوط وكانت له مشاركة مشرفة والبيرق غادر إلى حات إلى الجمهورية اليمنية. تحية للحاصل على البيرق. أما المركز الثاني بركات بن سعيد بن عبد الله الكثيري بنات دعاسة يستاهل المركز الثاني يستاهل يستاهل أبو سعيد الحاصل على المركز الثاني وكان أنا
أما المركز الثالث لهادي شوط الجمع هادي بن حسن بن سالم زعبنوت، يستاهل المركز الثالث هادي بن حسن راعي المركز الثالث في شوط الجمل. الآن تحية للمعلق مرة ثانية أبو مطر، المعلق المميز الشيخ حمد بن طويرش الوهيبي، ألف مبروك تحية. استاهل بومطر، تحية خاصة لبومطر، استاهل بومطر ما قصر شرفنا، يا مرحبا يا بومطر. والناموس يا بومطر. أما اللجان التحكيم للضرائب والمجاهيم، تحية لمختلف أعضاء اللجان سواء كانت فئة العمانيات أو الضرائب والمجاهيم. أعضاء لجنة التحكيم في فئة المجاهيم والضرائب، رئيس اللجنة علي بن بشير بن صمودة المهري، تحية لبن بشير شرفنا وكان له حضور مميز ودائما مساهم مساهمة فعالة في إنجاح هذا المهرجان، مشكور يا بن بشير. تحية لبن بشير استاهل، تحية لبن بشير. أيضا أعضاء لجنة التحكيم سليم من نوة الحريزي، مشكور يا شيخ سليم، سليم بن الروح، سليم بن النوه، سليم مشكور. شيخ سليم أيضا عضو لجنة التحكيم، سليم بن النوه، حبره حبره لا. يستاهل أيضا تحية. أيضا عضو لجنة التحكيم محمد بن حسن قمصية المهري، أيضا مشكور على مشاركته وراعي نظرة، يستاهل، مرحبا بكم. نشكر سعادة الشيخ بخيت بن سالم المعشري، وبيكون مواصلة لتكريم بقية المراكز من المركز الرابع إلى السابع في مختلف الأشواط سواء كانت المحالبة أو المزاينة. نشكر سعادة الشيخ بخيت بن سالم المعشري والي ولاية المزيونة المشرف العام على هذا المهرجان، شكرا لكل من حضر، وسعادته دائما كان دقيق وحريص على متابعة هذه المهرجان بكل دقة متواصل بشكل متواصل منذ المتابعة مع الدعم مع الجهات المختلفة حتى وصل هذه المهرجان بهذه النسخة المميزة سنتين وهو متواجد معنا قائم بدور كبير لإقامة هذا المهرجان بهذه الصورة المشرفة من خلال متابعتها الحثيثة للداعمين للمساهمين للرعاة، أيضا كسب هذا الجمهور بشكل عام. فشكرا سعادة الشيخ على هذا التواجد والحضور المميز، وأبو حمد دائما مميز في مختلف المناسبات، ولك تحية خاصة من مختلف أبناء ولاية المزيونة ولمختلف المشاركين من زوار ومشاركين، وكلهم يهدوا الناموس لسعادة الشيخ بخيت بن سالم المعشني والي ولاية المزيونة. شكرا للجميع بلا استثناء، ونتمنى التوفيق لكل المشاركين، وبيكون في تواصل للمراكز الأخرى.